السلام عليكم، نقدم روحي لسعد البكاي رئيس فرع المبادرة بالتطوين. موضوعنا اليوم باش نشوفوا كيفية التواصل مع هياكل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل في فترة الحجر الصحي العام، كيفية التواصل مع مكاتب التشغيل وفضاءات المبادرة. كما تعرفوا موقع التواصل عبر الإنترنت هو www.onat.tn. دونك باش نشوفوا كيفاش نجموا نتواصلوا عبر الموقع في ظل الحجر الصحي العام. كما تشوفوا اول صفحه في الموقع تخرج لنا كور اون لين غراتوي، هذوما دي فورماسيون نجموا تستغلوهم في الفتره هذه، فيهم دي فورماسيون سيرتيفي ينجموا ينفعوكم برشا. دونك نمروا كيفاش نجموا نتحصلوا على البريد الالكتروني نتاع مكاتب التشغيل. عندنا لي ريزو دي لانيتي، تخرج لنا خريطة الجمهورية، نختار الولاية، أي ولاية مثلا المهدية، يخرج لنا السيجل متاع الوكالة، نضغط على السيجل، يخرج الهاتف ولا الإيميل والبريد الإلكتروني. البريد الإلكتروني هو أهم حاجة نجم نتعاملوا بها، لأن نجم نرسل الوثائق ونطلب استشارات وتساؤلات ويمكن إجابتنا بطبيعة عبر البريد. ثم طريقة أخرى ممكن أسهل عبر الجوجل، كي ندخلوا جوجل نكتبوا أنيكي والولاية، بعدها أي ولاية، تخرج لنا في أول سطر موقع الوكالة ويفتح مباشرة على الكوردوني بتاع جميع مكاتب التشغيل وفضاءات المبادرة، كما تشوفوا اسباس انتربروندر وبقية المكاتب. يخرج لنا البريد، هكا نجمو نتحصلوا على البريد الإلكتروني ونرسلوا ونتواصل مع مكاتب جميع مكاتب التشغيل. ثم موضوع آخر يسألوا عليه برشا، هو موضوع البوانتاج. كيفاش نجم نعمل بوانتاج؟ بطبيعة ندخلوا emploi.net.tn مرة أخرى، ثم نذهب للمنطقة الصفراء هذه المربع الأصفر، باش نسجلوا أول مرة نعملوا ديفينير مومبر كونديدا، بطبيعة خاطر إذا كان طالب شغل كونديدا ولا إذا كان مؤسسة أنتربريز، ثم نعملوا فاليدي ونعمروا جميع الخانات، بطاقة التعريف واللوجين والمود باس اللي باش من بعد ندخلوا بهم. بالطبيعة لهنا نحطوا اللوجين والمود باس بعد ما نسجلوا. بالنسبة اللي ضيعوا المود باس، سجلوا في السابق ولكن ضاعت المود باس، نجموا يدخلوا لهنا مود باس اوبليي ويعمروا اللوجين بار اس ام اس على رقم الهاتف. شكرا لمتابعتكم، إذا كان عندكم تساؤلات أنا نخدموها مرة أخرى في فيديوهات لاحقة، وبارك الله فيكم على المتابعة.